فقد ارتفع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار خلال شهر مارس من 2022 بزيادة فاقت 80% عما كان فيه في نفس الفترة من 21 أين كان ثمنه 280 دولار للطن الواحد. ومواجهة لهذه الوضعية وعملا بتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية القاضية بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية خاصة القمح، قامت الحكومة وبنظرة استباقية إلى تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني للحبوب تجاوزت 900 مليار دينار جزائري في سنتي 21 و22. هذه الظروف الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها أبداً، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكافلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن. بهذا الصدد فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5000 مليار دينار جزائري، كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي خلال السنتين الماضيتين متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار جزائري. وفي إطار مساعيها لرفع القدرة الشرائية قامت الحكومة بأمر من السيد رئيس الجمهورية بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار جزائري في الشهر من 5 ملايين شخص، منهم 2.6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي سنوي فاق 84 مليار دينار جزائري. فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2020 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دينار جزائري سنوياً.